اهلا بحضراتكم من جديد، دكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي السابق في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا دكتور. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. طمنا عليك. تمام الحمد لله، كله تمام من فضل الله. 14 سنه في النادي الاهلي. ما شاء الله. من سنه 99 كده لحد 2011. الاهلي عمل فيك ايه بقى قبل ما اكلمك بقى في براحه العظام بتاعتك التخصص بتاعك؟ والله هو الاهلي الحقيقه يعتبر جزء كبير من عمري، يعني انا من بعد التخرج بفتره قصيره لحد يعني لحد فتره قريبه وانا على الارض الخضراء بتاعت النادي الاهلي ومع النادي الاهلي وتحت اشراف النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي له فضل كبير على الواحد يعني. وانت بتبقى زعلان زي ما احنا كده بنبقى خارجين النادي الاهلي زعلانين وقلبنا بيتقطع ان احنا سايبين؟ والله طبعا، وبرضه بحن للارض الخضراء، لكن هو دي طبيعه الحياه، يعني الواحد بيبقى يعني ممكن يستمر فتره وبعدين بعد فتره يبتدي بقى يغير اتجاه حياته يعني. اكيد ما بتروحش النادي بروح اللي فاتت. بس بروح زياره يعني زيارات. الواحد مقصر طبعا مع الناس، بس يمكن طبيعه الشغل يعني والحياه وكده. منور الدنيا دكتور. الله يخليك، تسلم. تعالى ندخل على طول على محمد محمود تحديدا. الإصابة اتسرع، أسباب الإصابة الرباط الصليبي للعينة دي بالنسبة لنا كلنا إيه الدنيا بالنسبة لك؟ هو الحقيقة أولا هو طبعا يعني هو قدر الله فوق كل شيء، يعني الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك. والواحد طبعا يعني يحزن يعني يصاب للمرة الثانية، وللأسف أنا برضو كنت في لقاء مع الإصابة يمكن تاني ثالث يوم برضو مع المصابة الأولانية من حوالي 8 شهور تقريبا. فلكن لازم الواحد يعني يقف عنده هو ان ما دام هو عمل اللي عليه وكل شيء مشي يعني بوذلت الأسباب المطلوبة ليه، وربنا يقدر انه يصاب حتى في مش نفس المفصل ده، في المفصل الثاني، فده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وانا شايف ان يعني ايه يعني هو يعني التدعيم النفسي للاعب فعلا انه يدرك اولا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار له الطريق بتاعه. أكيد. ثانيا لازم نذكره ان في ناس حصل لهم كده، يعني انا اذكر اثنين من اللاعبين زمان برضو في الناشئين، برضه لاعب اول ما نزل بعد فتره التاهيل كان اسمه اسلام مظلوم، برضه عمل ركبه وباول ما نزل جات له الركبه الثانيه، ولاعب ثاني كان اسمه باسم على ما اذكر برضه خلص فتره التاهيل واول مباراه نزل فيها بس ما جالوش بقى الركبه الثانيه، جاله كسر في الفك. يا سلام. يعني خبطه جامده جات له كسر في الفك. وكان اول ما نزل اللعيبه ديت رجعت وشاركت ولعبت يعني طبعا. فهو لازم يعني هو ده اللي الواحد يفهمه ان هو هيعمل اللي عليه وان شاء الله يتعالج ويرجع تاني ويلعب تاني. هو بقى ده هو شطارته بقى في يعني في ثقته بالله وبنفسه. أكيد. بانه يرجع تاني، هيرجع تاني ان شاء الله. اكيد بصرف النظر طبعا عن قدر الاصابه طبعا مؤمنين جدا بيها، لكن اسبابها ايه؟ اسبابها اللي هي اللي ممكن نحط ايدينا عليها. هو احنا طبعا يعني جزئيه الرباط الصليبي ومع كثرتها وكثره الحديث حولها عامله يعني ايه ازمه جامده في يعني في النقاشات ما بين في الميديا وفي السوشيال ميديا وما بين الناس وبعضها. لكن هو يعني في اسباب هنمشي وراها وهنحاول ان احنا نجتهد ان احنا نعملها، وعملنا اللي علينا خلاص الامر انتهى. انا كنت الحقيقه يعني عايز بس يعني لان احنا المره اللي فاتت لما حصل لقاء يعني كان في يعني اصابات كثيره جدا في النادي ساعتها، فكان في لوم شديد على الجهاز ولوم شديد على الجهاز الطبي بالذات، وهو بيذكر الجهاز الطبي اول ما الاصابات تكتر، لكن لما الاصابات تبتدي تقل والامور مستقر ما يتقالش حاجه. فانا الحقيقه انا عايز يعني ابتدي بان انا يعني اقول ان زي ما كان في لوم شديد لابد من ان احنا نوجه الـ يعني التحيه ليهم ان هم الناس صبرت حتى على الرغم من اللوم الشديد اللي كان بيواجه ليهم، وان هم تعدوا مرحله الصعوبات اللي كانت موجوده والكميه الاصابات اللي كانت موجوده. الحاجه الثانيه ده برضو بيدل على ان الجهاز الطبي هو متلقي للاصابه مش محدث للاصابه. اكيد. فيعني ده في البدايه. نيجي بقى لجزئيه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى متلقي، بس هو ممكن يلحق الاصابه برضه. بالظبط بالظبط. لا انا بتكلم في عدد الاصابات. تمام. لما تكتر العدد ما بيبقاش هو سبب كثره العدد. لكن اللي حصلت. نعم. في الملعب. نعم. انا لو شخصتها صح. صحيح صحيح. ما هو ده مسؤوليه، لان انا بتكلم على ان لو كتر العدد وهو مشخص صح
بس العدد كتر لا طبعا هو مش غالبا ما مسؤول بيبقاش هو مسؤول عن، اكيد. لكن هو بقى يبتدي يبقى مسؤول لما تطول الاصابه، لما يبقى فيه، انا مش عايز يعني ادخل في المسببات اكتر من انا عايز ادخل في توصيات الحقيقه تمام، دي لازم لل نتكلم عنها، يعني للوقايه من لازم الاصابات نتكلم بصفه عنها. عامه. يعني اولا يعني هنتكلم في جزئيه الحمل البدني او الحمل التدريبي، وديت النقطه الاولانيه. يعني احنا هنتكلم في اصابه الرباط الصليبي او اي اصابه تانية ممكن تيجي، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نقي نفسنا من ان احنا نتحط في موضع الاصابه. تمام تمام. الجزئيه الاولانيه هتبقى جزئيه الفحص او الفحوصات بصفه عامه قبل لعب الرياضه بصفه عامه، لان يعني كان في برضه حديث حول ان اكثر يعني في اصابات كتير بتيجي والموت المفاجئ عند الرياضيين والمشاكل الاصابات العصبيه، عشان لو ان في تقييم فحص جيد كشف قبل طبي. الكشف الطبي الجيد. والكشف الطبي طبعا يشمل برضه كل اجزاء الجسم وخاصه القلب والجهاز التنفسي، ده دي حاجة بالنسبه من للناحيه أساسيات الطبيه. الاختيار في في بره. بالظبط كده. بالظبط، جميل. الجزئيه الثانيه التقييم بقى البدني الصحيح اللي هو مبني على اساسات. يعني احنا حتى المره اللي فاتت اتكلمنا على جزئيه ايجاد وحده قياسات في النادي الاهلي، وكان في برضه مطالبه ان احنا او نداء ان النادي الاهلي يعمل وحده قياسات، هو يقدر على ذلك بحيث ان هو يقدر يعمل تقييم للوضع البدني للاعب كله، الكتل العضليه شكلها اماكنها قوتها، يعني يتعمل له شكل كده لكل لاعب هو محتاج ايه، ناقصه ايه بدنيا تمام وهكذا، تمام دلوقتي وجزئيه الاهلي الاتزان بيتعامل وهكذا. باحدث ودي الاجهزه بالظبط في كده. الواقع. عشان ندخل بعد كده على جزئيه فترات الاعداد. انا لما اجي اعمل اعداد هعمل اعداد على اي اساس؟ ما هو هعمل اعداد على اساس القياسات القياسات ديت. اللي انا خدتها لو انا خدت قياسات صحيحه هبتدي اعمل لكل لاعب، وطبعا مع مراعاه الفروق الفرديه، لان في لاعب صغير كنت وفي لاعب هكلمك في النقطه كبير دي تحديدا. في يعني لازم المدرب ومدرب الاحمال لما بيحط اي تقنين حمل او اي حمل بدني او فروقات لازم بيراعي الفروقات بالظبط. الفرديه ديت بالظبط علشان ما تحصلش الاصابه. لان بالظبط انا لو حطيتهم كلهم بنفس الحمل وهو في فرق ما بين واحد والتاني، الاقل اللي هو مش هيستحمل شويه ده اكيد اكيد هيتعرض للاصابه. اكيد. فدي هتبقى الجزئيه التانيه اللي هي جزئيه الايه؟ القياسات بعد وما بعد القياسات هيبقى القياسات مرحله فتره الاعداد الاعداد. الجيده. توصية اللي بعد كده هي جزئية الإحماء والتسخين الجيد قبل التمارين وقبل المباريات. طبعا المتوازن، ان انا لا بسخن لدرجه ان انا بجهد نفسي قبل ما اشتغل، ولا في نفس الوقت ان انا اهمل الموضوع دي كواجب بس لمجرد التسخين، انا كاني سخنت، لا انا بحمي نفسي من الاصابه. أكيد. فالتسخين والاحماء الجيد ده جزئيه مهمه جدا. بعد كده التدريب بقى يبقى متكامل. دي توصيات احنا بنتكلم بصفه عامه، ان لابد ان التدريب ما يبقاش مركز بس على القوه، لا يعني سرعه، رشاقه، مرونه، قوه، توازن، توافق، علشان يبقى التدريب المتكامل ده يدي للاعب كل ما هو مطلوب لجسمه او لجسده تمام علشان يقدر يؤدي. تمام التدريب المتوازن ده مهم. التوازن برضو ما بين التدريب او الحمر التدريبي وما بين الفتنس او اللياقه البدنيه وما بين فترات الاستشفاء والراحه وما بين التغذيه والسوائل المطلوبه، التوازن ده مهم جدا جدا. تمام يعني انا دلوقتي هعمل حمل تدريبي علشان التكتيك بتاعي وعلشان شغل الملعب، وفي نفس الوقت عايز ادي فتنس فبدخل جيم طيب انا يعني لما هعمل كده لازم احط تقنين للحمل اللي هيقع على اللاعبين علشان ما يبقاش في النهايه برضو في اصابات بتخرج من تمام ورا هذه القصه. تمام الجزئيه اللي بعد كده هتبقى موجهه بقى للايه؟ للمدرب اللياقه. حضرتك بتتكلم اللياقه البدنيه. في توتال الاصابات انا في بتكلم في العموم. احنا دلوقتي لو بنتكلم ايه اللي يخلي في فرصه الاصابه بصفه عامه، يبقى لابد ان احنا نتكلم اوكي في توصيات للوقايه من تمام هذه الاصابات. اوكي فلو احنا هنتكلم للوقايه من هذه الاصابات هنبتدي نحط التوصيات دي، توصيات ما قبل الاصابه اللي هي فيها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت. هنقول بس يعني بعض التوصيات للياقه البدنيه، ان هو يراعي بقى الفروقات الفرديه. يعني هو الفروقات دلوقتي الفردية مدرب والسمنية اللياقه البدنيه بالظبط. هيراعي الفروقات الفرديه سواء سن او في الكتله العضليه او في تكوين الجسم، في واحد وظيفته في الرشاقه والمرونه والجري، وفي واحد وظيفته في ان هو يبقى مدافع ويصد وهكذا، فهو يراعي الجزئيات دي. تكوين عضلة تشريحيا حضرتك تقصد. بالظبط كده. وبعدين موعد، لو انا هزود، لو في واحد محتاج زياده لياقه بدنيه لازم يبقى الجيم بعد التمرين مش قبل. يعني المقصود ايه؟ هو هيروح ياخد تمرينه مع المدرب، طيب انا عايز ازود عضلات، عايز ازود قوه، عايز ازود،
ما خليش انا اعمل الحمل ده قبل التمرين وافاجئ ان هو في التمرين خد حمل تاني زياده، لا انا خليني بعد التمرين بحيث ان انا عشان اقيس بالظبط بالظبط انا هديله اقل النهارده علشان هو زود في يعني التمرين في بتاعه كده كده يشتغل فيها بالظبط الوحده التدريبيه اللي هو اللي هيشتغل فيها. فترات بقى الراحه والاستشفاء والكولينج داون اللي هو ما بعد نهايه التمرين كده بيبقى فيه مجرد هو انا بس عشان الناس تفهم كلامنا، انا اسف ان انا قطعت حضرتك لان كلام مهم جدا عشان الناس بس تفهم كلامنا. حضرتك بتتكلم ان الجيم مبقاش قبل التمرين لو المدرب مش عارف الوحده اللي هياخدها في الجيم ايه بالظبط كده. لكن انا كمدرب انا ممكن اعمل وحده جيم قبل التمرين وادخل بعد الجيم بس هو التمرين، لكن انا ساعات مقنن الدنيا كلها، نعم مقنن بس الحمل بتاعي ساعات بيبقى في افراد معينين انا بالظبط في هيتزود الانديفيديوال. لهم، بالظبط فالافراد دول انا كده كده هدي حمل لكل الفريق، تمام فانا تمام اللي هيعمل الزياده هنا مدرب اللياقه، بالظبط. فمدرب اللياقه هنا ما يخليش التدريب الجيم قبلها، يا يخليها اما بعدها منسق مع او ينسق مع المدرب المدرب ان انا او فلان ده تمام هعمل له ماشي الشغل الفلاني ماشي عشان بس ما تمام كده يتحطش في كده كلامنا المشكله، كده واضح جدا عشان ما يتحطش في مشكله ان هو حمل عليه زياده وبالتالي يبقى عرضه كلامنا اكتر واضح للاصابه. فترات بقى الكولينج داون والاستشفاء دي في منتهى الاهميه، جميل اللي هو انا باجي في اخر التمرين وابتدي اخلي جري خفيف، او ان انا بعد المباراه الثقيله ثاني يوم بيبقى في ناس هيجروا خفيف، لا ده ناس هيريحوا خالص، الناس هتدخل هتعمل بغطس وهتعمل تدليك، ولازم نراعي الجزئيه طب ديت. خلينا قبل ما نروح لجزئيه ما بعد المباراه خلينا نكلمك في نقطه مهمه جدا، لان دلوقتي في مفهوم اعتقد ان هو خاطئ، اعتقد ان هو خاطئ، اكيد حضرتك هتبقى اكتر مني درايه، يعني ان انا بعمل استرتشات قبل التمرين وقبل الماتشات بوقت طويل، هل ده صحي ان انا اريح العضله خالص وبعد كده اروح محمل عليها، ولا الاسترتشات بتكون بوقت قصير وبعد الحمل اعمل استرتشات بوقت طويل؟ طيب انا هقول لحضرتك ان انا الاسترتش انا مش قصه بريح العضله، انا لو زودتها بقى بحمل على العضله جميل تمام، جميل فعشان كده زودت لما الوقت لو زودت الوقت عشان ولا كده انا اول ما اوكي قلت لحضرتك قلت لحضرتك الاحماء المتوازن. تمام متوازن يعني ايه؟ يعني لما اني هعمل اطالات كتير قوي قوي ايوه دي مهمه جدا لدرجه لان ان الكل انا في بيعمل كده، النهايه هبقى اجهدت قبل ما انزل اللعب، الكل بيعمل كده خلي وده بالك، مش صح. الكل بيعمل استرتش استرتش نفس اللي بيعمله بعد الحمل بيعمله قبل الحمل. لا الفترة ان انا يعني اجهز العضلة للحمل ايوه وللود ايوه وللتمرين حاجة، وما بين ان انا بفك العضلة علشان نوع من الاستشفاء جميل قوي. للعضلة طب وقتها قد ده، ايه قبل الحمل؟ وقتها قد ايه يعني يتراوح من كام لكام هو سنه؟ الفترة اللي هي فترة ال 10 دقايق او ال 15 دقيقة اللي قبل التمرين هي ديت الفترة اللي هتبقى كافية. انا قصدي على خلاص انا عملت الورمنج اب بتاعي التسخين بتاعي وبعمل بقى الاسترتشات اللي هي بنبه العضلات، تمام. وقتها قد ايه؟ ما هو هي كل استريتش ياخد له تقريبا حوالي 10 ثواني او حوالي 12 13 ثانيه ده كل قبل استريتش، قبل ده اللي قبل. طب وبعد؟ اللي بعد هو هيبقى استريتشات في حدود ما اللاعب ما بيحس بالراحه، يعني هو انت بتعمله الاستريتش هو لحد ما اللاعب ما يحس بالراحه بتعمله الاستريتش تمام. تمام. طب 12 لكن ثانية مش كتير يا دكتور؟ الايه؟ 12 ثانية قبل المباراة قبل الحمل مش كتير؟ لا مش بالنسبة هتريح له لا، من العضلة؟ 8 ل 12 ثانية لا كويسة بالنسبة لل، اوكي ممكن تبقى نقول 8 ثواني انا قصدي لحد لان يعني نقول 8 ثواني لكن ما تزيدش عن 12 ثانية تمام تمام. تمام لكن بعد التمارين لا يبقى في فترة استشفاء كويسة، وفترة بقى الايه اللي ما بعد اللي هي اليوم التالي للمباراة طيب اللي هو خلينا في بيبقى فيه الاستشفاء عشان المؤقتة. تمام الكلام ممتع بصراحة. تمام الاستشفاء دلوقتي كنا الأول بندخل مغطس مية سخنة، بنعمل بعد كده مش عارف ساقع، تلج دلوقتي وندخل في ماء في ساونا دلوقتي أنا عارف طبعا كنا بنتعذب في ايوه المغطس. تمام. فدلوقتي الاستشفاء الحديث إيه؟ هو نفس القصه، واحنا ما فيش يعني هو أكسجين، الحاجات اللي هي ما اللي دخلت جديدة علينا دي. والله هو الجزئيات اللي هي الاساسيه هتظل هي الجزئيات الاساسيه، ده بالنسبه للعضلات. وبعدين هي فترات الراحه كفترات هي الكافيه لقصه العضله تنقل اللي هي النواتج اللي بتتراكم في العضله علشان تمشي تاني مع الدم ويوصلها الاكسجين الكافي وترجع العضله تاخد الحيويه الطبيعيه بتاعتها. تمام هو ده الاستشفاء، ده المطلوب من الاستشفاء. الثلج ولا المايه الدافيه؟ ما هو الجمع ما بين الاثنين، هو عاده المغطس بيبقى تلج وبعدين بيخرج في طب قبل الماتش؟ كاس. لا قبل الماتش ما فيش تلج. شفنا منتخبات كان في كاس العالم اللي احنا استضفناه هنا، كنت انا في احد الاستادات وشفت منتخب كبير كرواتيا اعتقد، مش متذكر ايه، جايبين 4 براميل تلج وقبل الماتش على طول اللعيب بينزل كام ثانية وبيطلع بعد التسخين،
يعني هو سخن دخل الاوضه راح قالع وداخل نازل برميل التلج وطالع على الماتش. ما عنديش المعلومه دي، مش قادر انا كنت افيدك اول فيها. مره اشوفها دي. ما عنديش المعلومه دي كان الحقيقه، المنتخب مكسر لكن هو الدنيا. الحقيقه قصه التلج قبل الشغل او قبل التمرين ديت مش طب يعني هو التلج ما كانتش مش من ضمن بينشط الدوره السياطات. الدمويه، بيعمل زي قوه انفجاريه في الدوره الدمويه الطبيعي؟ لا لا لا، هو احنا القضيه لا، الدوره الدمويه بتيجي اكثر عن طريق الورمينج، عن طريق التدفئه او التدليك او كده، لكن هو التلج بيبقى علشان ما يحصلش يعني ارتشاحات زياده حوالين العضلات، ما يبقاش في مناطق من العضل فيها ارتشاحات عامله يعني لود على العضله بس اكثر من بعد المناطق ما التانيه بوقف وهكذا. الارتشاح واشيل التلج تمام. الدم بيجري. بس مش ده المقصود. لا انا بتكلم بقى في الجسم السليم. لا انا عشان كده بقول لحضرتك ده مش من ضمن التوصيات اللي احنا بنوصيها تمام قبل اوكي التمرين. اوكي ده ما نعديها بنحطش تلج قبل التمرين دي نعديها خالص، ما عنديش المعلومه دي يعني. نعديها اوكي. تمام. وصلنا خلاص وصلنا ان احنا المستشفى ما بعد كل ده المباراة. وكان في بقى بعض توصيات للتأهيل، لتأهيل الإصابة. تمام. الجزئية الأولانية اللي هو التدرج المرحلي، يعني احنا ما نستعجلش وما يبقى ما نبقاش تحت ضغط الاستعجال، لان دايما التأهيل بيبقى تحت ضغط ان خلصوا وعايزين نخلص، عايزين ننزل اللاعب. لا، ناخد المرحله بتاعتنا كامله والتدريج الطبيعي بتاعنا كامل، وان احنا لما نيجي نأهل ما ننساش بقيه الجسم. يعني احنا ساعات برضو أكيد بيبقى أكيد بنشتغل على الجزء اللي فيه المصاب الاصابه بس ونيجي لبقيه الجسم نهمله شويه، فتتصاب فيبقى في العضلات. فرصه للاصابه في جميل اماكن تانية في الجسم. جميل. فعشان كده برضو دي توصيه للتأهيل، ان احنا دايما نأهل المكان المصاب لكن ما ننساش بقيه الجسم. طب فوق التوصيات دي، التوصيات بقى اللي بتساعد على الرجوع بسرعة أو التأهيل بسرعة، هو التزام اللاعب بتوصيات الجهاز بيخلي الرجوع بيبقى جيد، تمام. ونفسية اللاعب برضو لما بتبقى كويسة وكل بيراعيها بيخلي فيه عزيمة أكتر، وبالتالي الاستشفاء بيبقى فعلا أحسن، بتساعد. بتساعد جدا. وهنتكلم برضو على جزئية النفسية تمام دي. اوكي. أنا برضو عايز أقول توصية للتأهيل إن احنا ما ننزلش إلا بعد ما نعمل فينيشنج كامل للاعب، عملنا كل ما هو ممكن إنه يتعرضوا اللاعب في الملعب، جميل. علشان لما ينزل اللاعب يبقى كده احنا مطمنين على سلامته، ان هو خلاص استشفى تماما او تم ودلوقتي سلامته الأشعاعات تماما. والحاجات دي بتطمن أكتر. لا، هو برضو اكتر من الاشعه. لا الحقيقه الاهم هو التدريب التاهيلي قبل النزول، اللي هو بيعمل فيه كل حاجه ممكن، يعني زي الشورت سبرنت واللونج سبرنت، وان هو يعمل الزجزاجات والترنات والجمبات، ويعمل الارتكازات ويعمل شورت باص ولونج باص يعني العضلة بعد ما تلتئم كليا يا دكتور. تمام، بعد ما تلتئم كليا في الاشاعه ايوه بتبقى برضو غير مؤهله تماما للنزول في الملعب، عشان الحمل. علشان لابد من ان هي تعمل تاهيل تدريجي للنزول، هي طبيعتها اوكي كده، ماشي طبيعه العضل ماشي كده، ماشي. خاصه لما بيبقى احنا عندنا التئام العضله ما بيبقاش بنفس الالياف اللي حصل اللي هي ايوه الطبيعيه بتاعه هي دي العضله. النقطة بقى، هي دي فهو احنا النقطة. علشان نرجع الالياف ديت لطبيعه الالياف المجاوره ليها تقريبا المرونه بتاعتها، من غير ما تتمزق اول ما يلعب، اول ما يعني كتير من اللعيبه يجي له يعني مزق في العضله، وبعد ما يعمل الاشاعه يقولوا له خلاص كده سليمه ما فيهاش حاجه، ينزل يروح ينزل يحصل ايه؟ إصابة يتمزق تاني في نفس المكان، لان خيوط الالياف ألياف. اللي حصلت ديت دي مش الياف جاهزه ومرنه على انها تنزل، ده لسه محتاج تاهيل علشان يرتب العضله تاني ويريح لها تاني التغذيه تبقى بتاعتها ألياف مشدودة في الأول، والطبيعه ما بينها صح وبين كده؟ العضلات التانيه طبيعي. تبقى ألياف مشدودة الياف بتبقى الأول ما تتكون ما فيهاش مشدودة، احنا عايزين مرونه. نخليها بقى في تمام بالظبط جميل بالظبط. فهو جميل. عشان يعمل الكلام ده ويرجع تاني العضله تبقى بنفس، لابد ان هو ياخد المراحل التاهيليه ديت، وعشان نقدر نبقى مطمئنين انه لما ينزل مش هيرجع الاصابه تاني. احنا لازم ودي التوصيه اللي احنا بنقولها، لازم ما ينزلش الا لما يعمل فينشنج كامل تحت اشراف الطبيب، ويتخذ قرار انه كده اللاعب عمل كل حاجه سليم، ينزل وينزل تدريجي عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، لان لو اتكررت الاصابه هيبقى العلاج اصعب واطول وهيبقى محبط، تكرار الاصابه طبعا محبط. طبعا. الحاجه الثانيه، ان نزول اللاعب وهو واثق من نفسه ده مهم جدا، لان الخوف بيجيب اصابه. أكيد يعني هو لو نازل وهو خلاص أكيد حاسس أكيد انه عمل كل حاجه وعمل كل حاجه وهو سليم، لما ينزل واثق ان هو سليم، غير لما ينزل وهو قلقان، القلق هيجيب القلق ده إصابة. بيجيب اصابه، بالظبط سواء بقى نفس الاصابه او اصابه تانية، القلق بيجيب اصابه او الخوف بالظبط بيجيب اصابه. بالظبط. فدي التوصيه انه ما ينزلش اللاعب الا لما يكون تم استكمال كل البرنامج التاهيلي بتاعه. طيب باي ذا واي، يعني اتفضل. ونرجع لموضوعنا الأساسي، اللي أكتر العضلات إصابة نتيجة الإهمال الشخصي زي السهر، قلة الأكل، قلة التزام في التمرين، أكثر العضلات إصابة، هل هي الضمة الخلفية الأمامية السمانة هو عضلات بصفة بطن؟ عامة
كل العضلات معرضه للاصابه في قصه السهر، ويعني احنا برضو هنتكلم شويه عن التغذيه يعني سريعا يعني إيه، لكن هو في عضلات اكثر اصابه في أيوة كره القدم مثلا، أيوة غير هي اكثر العضلات اللي بتبقى مثلا في كره اليد، في كره أيوة الطايره، في بالظبط على حسب اللعبه بتاعت تمام. اكثر الاصابات عندنا احنا العضليه بتبقى عاده الضمه الخلفيه السمانه الاماميه، هي ديت العضلات اللي اكثر اصابه كعضلات. لكن هو في طبعا يسبقها الاربطه، يعني يجي اربطه الكاحل واربطه الركبه سواء رباط داخلي او رباط خارجي، يعني في اربطه بيجي لها اصابات يعني كومون يعني عاده في لعبه كره القدم، غيرها تيجي في اللعبات الثانيه في اصابات في العضلات، برضو عضلات بالنسبه لكره القدم مختلفه عن العضلات بالنسبه للعبات الثانيه. طيب يعني كان نمل مفهومنا او دخل مفهومنا ان عضلات البطن تحديدا والضمه بتيجي من السهر بقى، واكيد حضرتك عارف اللي بعد السهر. يعني يعني فعلا الكلام ده فعلا ان عضلات البطن والضمه بيجوا نتيجه الاهمال الشخصي في الالتزام بصفه عامه صحيح، يعني؟ عضلات الضمه وعضلات البطن ليه؟ السفلى، والحقيقه المشكله مش فيهم برضو، المشكله ان هم كمان بيعملوا التهاب في الحوض، ايوه ما هو ده طبعا. والتهاب الحوض ده بقى مشكله كبيره جدا في العلاج، وبيطول بيطول جدا مع طب الجهاز ليه الطبي. ليه دي مرتبطه بال، انا مش عارف اقول المعنى بصراحه دي. انا عارف انت عايز تقول ليه؟ يعني، لكن هو يمكن لان ديت مرتبطه بطبيعه الانسان بحركته بقوامه بقعاده وهكذا، يعني هو طبعا كل عضلات الجسم بتشارك، بس انا يعني ما بقولش ان الضمات علشان السهر الضمات هي اللي هتبقى اكثر، ولا العضلات البطن السفلى اكثر، لكن انا ما عنديش معلومه السهر بيعمل العضلات ديت انا مش ولا عايز لا. اقول يعني انا بقول السهر يعني كده. لكن هو لكن انت بتواجه اللعيب يا دكتور، يعني انت قبل كده واجهت لعيب، مش لازم في اي مكان، في يعني ايا كان مريض، بتواجه بتقول له لا خلي بالك الاصابه دي عشان انت يعني رحت كذا عملت كذا، بتواجه ولا بتقول له خلي لا، بالك؟ انا بنبه بصفه عامه، انا طبعا ما, بقى ما بقى يعني بفترض ان هو يعني انا يعني بفترض ان هو فاهم ان احنا في حاجات جزئيات هو كرياضي لو هو عايز يأذي نفسه هو بقى يعملها، دي حاجه ترجع له هو تخصه يعني، دي حتى من ضمن السلوكيات اللي هنقولها سريعا دلوقتي يعني. تمام. وما تنساش برضو تكلمنا عن التهاب الحوض، لان التهاب الحوض ده بيسبب يعني الم رهيب، انا شايف ان هو لا يقل اهميه عن رباط هو الصليب. عادة عضلات البطن السفلى وعضلات الضمة لما بتهمل، وكتير يجوا بقى من اللاعبين أو الرياضيين اللي هو جاله الضمة ولعب عليها، وجاله العضلات السفلى ولعب عليها، على طول بتقلب بالتهاب في أغشية العظم بتاع الحوض ومفصل الحوض. وفي الحالة ديت بقى بتبقى مسألة التهاب عظم والتهاب أغشية عظم، وبتبقى موضوع موضوع كبير، بالظبط وعلى ما بيهدى بياخد ممكن لحد سنه وسنه ونص كمان، وساعات بيبقى اللاعب بيطول جدا في الراحه وبرده ما بيتحسنش، وساعات بننزله بنخلي اللاعب ينزل ونعمل له بعض الحاجات كده للمقابله، وفي الجزئيه دي بالذات الواحد بيوصي بان ما يبقاش في تقويات، يعني يبقى القصه عباره عن المرونه والرشاقه ما انا جالي الموضوع ده والاتزان. اصلي قعدت فيه حوالي 4 5 شهور. المشكله ان ساعات الناس بتروح تعمل تقويات لعضلات البطن انا فعلا والضمات، عملت كل وده حاجه غلط، غلط في الاول لغايه ما لما هو انا ده غلط. اتعايشت مع الاصابه وفهمتها. اكيد حضرتك عارف طبعا اللعيب بيتعايش بقى. عضلات الضمه والعضلات البطن السفلى هي اللي بتشد على المنطقه اللي فيها الالتهاب، فبالتالي انا لما اقعد اشتغل تقويات في التوقيت ده انا بشد على الالتهاب، لا بالعكس، احنا نشتغل رشاقه، نشتغل مرونه، نشتغل حاجات في الملعب ماشي، ده لو احنا عايزين ننزل اللاعب ونخليه يعني ايه نعالجه سنه بسنه كده واحنا ماشيين يعني. طيب معلش انا بسالك اتفضل. في اسئله، انا عارف لعيبه الكوره كلها مهتمه بالاسئله دي. في مثلا لعيب هيتجوز مثلا بتقول له يعني خلي بالك من حاجات معينه، المفروض ان انت تتعامل كذا في الجواز، المفروض ان انت ترجع عندك تمرين، فالحاجات دي بتتكلم فيها عادي مع اللعيبه؟ انت الحاجات دي بتؤثر تاثير سلبي على اللعيبه؟ انت بتلف برضه بتيجي عند نفس ما النقطه. النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي مهمه جدا. هو كل شيء في الحقيقه في اللعيبه يعني المتوازن بنتكلم في مفيش حياء طبعا، بالظبط. كل شيء متوازن ما فيش فيه اي مانع خالص يعني، لا طبعا يتجوز ويعيش حياته طبيعي، بس اي شيء فيه افراط تمام، هيبقى فيه مشاكل، لكن لكن الافراط مشاكل بيؤثر سلبيا على اللعيب في يؤثر سلبيا طبعا في الاصابات طبعا زيه زي اي واصابات اجهاد الحوض خارجي. تحديدا، نعم، اصابات الحوض تحديدا والبطن السفلى وبرضه العضلات بتاعه الضمات تحديدا. تمام. ماشي، ولكن هي القضيه ان هو لو هو في المعدل الطبيعي للانسان الطبيعي طبعا لا يعيش حياته ويتجوز طبعا، المفروض ان لكن احنا زيها زي نثقف اللعيبه في الحاجات نعم ده دكتور، نعم المفروض ان احنا التوعيه طبعا طبعا ما طبعا بيحصلش الكلام ده للاسف. ما بيحصلش، وانا لسه كنت بتكلم معاهم قبل ما ندخل فعلا ان جزئيه التوعيه دي جزئيه مهمه للكل.
انا بس يعني اتفضل ايه هقول اتفضل سريعا اتفضل علشان من اتفضل لا ان اتفضل احنا عايزين برضو نراعي اللي بيحطوا بقى جداول المباريات، يراعوا بقى حكايه توزيع المباريات، لان في ساعات المباريات الراحة. تيجي ورا بعضها ويبقى حمل عالي جدا، مراعاه اللاعبين اللي هم مشاركين في اكثر من فريق، يعني في الناشئين ساعات لاعب يلعب في فريق ال 16 ويلعب في فريق ال 15، يلعب في فريق ال 17 ويلعب في فريق ال 15، ان هو يلعب في اكثر من فرقه ده حمل، فلازم أكيد نراعيها، أكيد ان لاعب بيلعب في المنتخب وبيلعب في النادي دي لازم تتراعى، يعني مشاركه اللاعب في اكثر من أنت مكان اللي بتفتح لابد لي يبقى أسئلة، فيها. خلي بالك بكلامك. طب هل طيب ده ليه تأثير على عمر اللاعب اه في طبعا المدى البعيد؟ طبعا إن هو بيستهلك؟ طبعا طب هل لو اللعيب ما كانش مستهلك بيأثر بيزيد في بالإيجاب؟ طبعا، هو فعلا كل فعلا حاجه ماشيه متوازنه أوكي بتوصل للوضع المثالي، كل حاجه بيبقى فيها حمل عالي، يعني اللاعب اللي جاله اصابه رباط صليبي وهو في سن ال 16 سنه غير اللي جاله رباط صليبي وهو في سن ال 30 سنه، اكيد طبعا اكيد اللاعب اللي جاله 10 20 اصابه وهو لسه عنده مثلا 17 18 سنه غير لما يمر متوازن لحد سن ال 25 سنه. عارف بقول لك كده ليه؟ لان انا لعبت متاخر، انا لعبت مثلا 26 سنه ورحت نادي الاهلي عندي 35 سنه، وبعد ما رحت نادي الاتحاد فهم قالوا لي انت بتاخد منشطات، قلت لهم يا جماعه والله ما باخد منشطات، فجه الدكتور قال لهم يا جماعه هو مش مستهلك فعنده، عنده فعشان طاقة. كده فعلا صحيح، لياقة. الحاجة الأخيرة اوكي مراعاة اللياقة والمهارة للاعبين الغير مشاركين، اوكي دي لأن مهمه جدا أنا في لعيبة ما بتشاركش بشكل مستمر، فاللاعب ده مش بنفس لياقة اللاعب التاني، أكيد فلازم أحط له برنامج لوحده علشان يوم ما احتاجه أكيد ما يتصابش، أكيد يبقى كده أنا ما استفدتش منه، أكيد يعني كل ده تحت البند اللي هو بتاع الحمل البدني تمام ومراعاة اللعيبة بدنيا وفي اللياقة وهكذا. الجزئية التانية بقى جزئية السلوكيات، أولا توعية زي ما حضرتك بتقول، توعية اللاعب بكيفية إن هو يعيش حياة متعادلة احترافية ومتوازنة وسليمة، احترافية عشان حياة تفيده لاعب، في حياة المستقبل. رياضي بالظبط بالظبط متوازنة ما بين الأكل والجواز السفر، الحياة القعدة، الطبيعية، إنه المشية، يسافر ويروح بالظبط لأهله ويخرج كل حاجة معاهم، كل حاجة الحياة الطبيعية دي والتغذية المتوازنة والسوائل، إنه يبعد عن المنبهات، عن بعض الحاجات الضارة، المنشطات الغير مسموح بيها طبعا، في احيانا بيبقى في منشطات مسموح بيها لبعض اللاعبين اللي عندهم بعض المشاكل تمام الغده الدرقيه تمام وبتاع، تمام فبيبقى في بعض زي الحاجات بركات كده، كنا اكيد حضرتك فكان عارف. بالظبط كان ده مسموح بيه خلاص، بالظبط لكن ان هو يروح من ورا مثلا حد ويروح ياخد مكملات ياخد منشطات طبعا ده ايه بيأذي اكتر نفسه. حاجه اعتقاديا قابلتها خطأ للعيب؟ هو معتقد بحاجه وحضرتك قلت له انت بتعمل مصيبه. يعني هو كونه ياخد منشطات من ورا الطبيب دي مصيبه، دي كارثه، لان هو بيأذي نفسه. اكتر حد قابلك في يعني مش لا اسم، اكتر حاله قابلتك كانت نعم، ايه؟ اعتقاده كان خاطئ جدا. بص حضرتك، هو كان بيبني كتل عضليه وكان اكثر يعني اصابه بسبب بناء الكتل العضليه اوكي دي، اللي خاصه هو الجزء ما الفوقاني، ندخلش جيمات على الفاضي والمليان. ما نروحش احنا نزود تمام والتزويد ده يبقى حمل على حسابنا، تمام تمام، اي رياضي يبقى فاهم كده، تمام هو تحت امر الجهاز اللي بيشتغل معاه، تمام لو راح هو لوحده وحاول يزود علشان ده اعتقادا منه ان هو هيبقى احسن، لا ده ممكن ان هو يأذي نفسه جميل أوي بالزياده دي، ممكن جميل يأذي أوي نفسه. جميل أوي الحاجه الثانيه التعليم بقى، اللعيب ازاي يقع على الارض، يقع ويتقلب، اللي هي بعض الامور اللي بيبقى فيها رشاقه، ان هو بالظبط ما يبقاش معلش زي ما بيقولوا غشيم في الوقع في الاصطدام كمان وفي التاكلينج وفي ضربه الراس ويدخل مع المرمى يدخل في العارضه، في لعيبه يعني كان الواحد يشوفهم عندهم مرونه كده، يعني يعرف ازاي يخرج من عنده خبره، يعرف ازاي وفي يقع لاعب بالظبط زي ما حضرتك بتقول يعني زي ما بقول لحضرتك يقع يتخبط يتصاب. الخبطه هي اصابه، فدي محتاجه شويه بعض التدريب او بعض التوعيه ثقافة بصفه بالظبط عامه. برضه حكايه الضبط النفسي اثناء المباراه واثناء التمرين، يعني احنا ساعات اللعيبه تشد على بعضها، ساعات يبتدوا يسخنوا على بعض في اثناء التمرين، فيبتدي بقى هنا تحصل وهنا بقى دور المدرب ان هو لا يوقف بقى وما نشافش على بعض، لان هنا موضع اصابه. برضو كنا قبل كده اتكلمنا على جزئيه اصل انت عشت التحكيم، قمة المجزرة يعني انت شفت اتكلمنا برضو كانش بعد كده فيه على تدريب. التحكيم، لما المباراه بتفلت من ايده برضو بتقلب اكيد بخناقه في اكيد الملعب اكيد وده مشكله، فان اللعيبه تنشف على بعضها ده هيبقى طبعا وراه اصابات ولابد ان احنا نتجنبها. تمام التزام اللاعب مع الجهاز الطبي اللي هو بيتعالج معاه ده امر مهم جدا، زي ما هو بالظبط قلنا ما نزودش
في حكايه الاحمال وان هو يعمل لياقه زياده، برضه لما يبقى بيتعالج من اصابه ما يروحش، يروح يحاول ياخد يتعالج بره الا باذن الدكتور. لو هو راح الى الدكتور وقال له طب روح للحته الفلانيه او كده، لكن هيروح بره وهيروح جوه وهياخد علاج هنا وياخد علاج هنا وياخد راي هنا وياخد راي هنا، دخلنا في ازدواجيه بالظبط، اصبحت كده الاصابه ممكن ما لا تتحل ولا نرجع تاني بالظبط، او نرجع ويحصل مشكله بالظبط وهكذا بالظبط. الحاله النفسيه بقى للاعبين، ودي مهمه جدا، هبتدي بالمدرب. المدرب برضو يعني بيبقى عنده خبره لما بتحط في ضغط، يعني احنا كنا مباريات الزمالك الاهلي والزمالك دي مباريات قبلها بيبقى فيه اكيد مدرب لما بيبقى عنده انضباط انفعالي، يعني غير المدرب لما يبقى متوتر قوي بتتنقل التوتر على طول اللعيبه، وضغطه في التدريب بيتنقل على اللعيبه. حضرتك عاصرت كم مدرب؟ لا عاصرت مدربين بالذات في الناشئين كتير ما شاء الله يعني، لا تمام. كتير يعني، لكن في الدرجه الاولى يمكن كان الاكثر مع مستر مانويل، وكان مع الكابتن حسام بدري ومع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن فتحي مبروك، ويعني انا مش عايز انسى حد بس تمام. يعني انا يعني تمام. عاصرت مدربين يعني اكثرهم كان الكابتن مستر مانويل يعني أكيد. مانويل جوزيه. الجزئيه الثانيه ان اللاعب نفسه بقى مراعاه اللاعب نفسه لما يبقى تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط تدريب وضغطه هو نفسيا ان هو عايز يبقى يعمل حاجه بالزبط. او عنده مشاكل حياتيه بالزبط. ومحتاج ان هو برضه يراعيها وهكذا. والجزئيه الاخيره في الجزئيه النفسيه التقرب ما بين اللاعب والطبيب، برضو دي انا بنصح بيها علشان اللاعب لما يبقى عنده شويه اجهاد شويه وجع يقول ما لك بيقولش، لازم يقول لك لازم يقول لي. طب هو هيقول لي امتى؟ لما يبقى عارف ان انا الاصابه هفهم ان هو بيقول خوفا من الاصابه، مش خايف مني ان انا هروح اقول للمدرب. فيعني الطبيب هنا بيقعدوا قوي بيعرف بالظبط، ازاي يوازن يقول ولا ما يقولش، يتعامل يريحه ازاي، طب يقول للمدرب ايه او ما يقولوش ايه. وساعات بقى بتحصل مشاكل في الجزئيه دي، يعني جزئيه ان تدارك المشكله اثناء فتره الاجهاد، لو راح الطبيب ساعات المدرب ما يقتنعش، ده ما عندوش حاجه ده بيلعب، وساعات اللاعب يبقى فعلا مجهد وممكن يدخل في اصابه، فهنا الطبيب بيبقى في الموقف الصعب، بس هو ده دوره يبقى قريب من اللاعب نفسيا عشان اللاعب يقدر يحكي له يقول له ان انا حاسس بكذا، نتكلم تمام ولا ما اتكلمش، تمام اوقف ما اوقفش، اهدي. ساعات يقول له انزل بس انت خليك حريص في النزول، تمام يعني انت خفف شويه ما تشدش قوي، ويبتدي ياخد ويدي معاه علشان يقدر يتدارك المشكله ويشخص الاصابه قبل ما تحصل، او يشخص المشكله قبل ما ضافت تحصل. لك الكرة طبيا يا دكتور؟ طبعا طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان كل اللي احتك بالارض الخضراء غير اللي عاش براها. طبعا مع احترامي لكل دكاتره الاصابات، لكن اللي اتمرمط زي ما بيقولوا زي في التدريب برضو في يعني في مدربين عاشوا وفهموا لما لعب واتبهدل وكده، وفي مدرب ممكن يكون دارس يعني دارس برضو، ده لا يقلل، ممكن الدارس يكون اشطر، بس انا بتكلم ان الخبره بتيجي مع أكيد مع أكيد البهدله أكيد طبعا، أكيد يعني أكيد طبعا الارض الخضراء ديت لها اثر قوي يعني. أكيد التغذيه مهمه جدا، ومهم جدا الاهتمام بيها في الانديه، لانها علم، ولان الموضوع ما ينفعش يتاخد سطحي. متابعه الاوزان، اللاعب اللي وزنه تقيل فرصه الاصابه من الحركه البسيطه بالظبط اعلى من فرصه الاصابه من الحركه بالظبط الكبيره. بالظبط. متابعه النوعيات الاكل، متابعه كميات الاكل، توقيتها بالنسبه للتمرين. انا شفت يعني ناس لعيبه وينزل التمرين ويرجع، ليه؟ انت ايه عملت ايه؟ كان واكل وهو جاي يعني في الطريق، كان وهو جاي يعني ده غلط، في حاجات غلط. نوعيات الاكل، بس توزيع في استثناءات، في لعيبه بتاكل عادي وما بيحصلهاش حاجه، بس ده مش الصح. هو مش صح، هو الصح طبيا ان يتحط توقيتات للاكل ونوعيات للاكل، خاصه قبل المباراه بعد المباراه، او بصفه عامه انا اكلي كرياضي، انا بقى وزني نازل يتحط لي برنامج اعلى، وزني عالي يتحط لي برنامج انزل الوزن وهكذا. المكملات بقى الغذائيه مهمه جدا، طبعا السوائل اللي بتفقد طبعا، الميه قبل التمرين اثناء التمرين توزيعها، العناصر المعدنيه، نبعد طبعا زي ما اتفقنا عن المكملات الغذائيه الا باستشاره الجهاز، طبيب نبعد عن المنشطات الا طبيب اللي الطبيب بيسمح بيه. ده من ناحيه الايه التغذيه. بعض التوصيات بقى اقولها للجهاز الطبي نفسه، يعني اولها كانت ان هو يعني هو عليه مسؤوليه ولازم يتحمل، هيتحمل لوم الناس ساعه ما الاصابات تزيد، ده طبيعي
اصل هو المشكله ان هو الطبيب نفسه تحط تحت ضغط نفسي، يعني ما يقعد الناس تقول بقى مستشفى النادي الاهلي أكيد. الاصابات اللي بتكوم في النادي الاهلي، هو الطبيب ما هو برضه يعني نفسيا برضه هو عايز حد يقول له أكيد. شد حيلك بالظبط، تمام. فقليل اللي بيقول شد حيلك، واول ما الاصابات تكتر تلاقي طخ الجهاز الطبي ومراجعه الجهاز وهكذا. هو دوره ان هو لابد انه يقوم بهذا الدور، دي مسؤوليته. الحاجه الثانيه قصه تكرار الاصابه، التواصل الدائم ما بينه وبين المدرب لازم يبقى، وهنا برضو كلمه للمدربين يعني لابد من مراعاه دور الطبيب، لازم يعني لازم. ما ينفعش انا كمدرب وعندي خبره خاصه مدربين اللعبه ما ينفعش انزل انزله، لكن يعني برضو اخد راي الطبيب يعني ايه، احنا يعني في النهايه بنكمل بعض. الـ الـ القرار السليم بقى برضو توصيات الطبيب في اثناء المباراه زي ما حضرتك ما قلت، هو هنا دور الطبيب التشخيص بالظبط. انا نزلت ارض الملعب مش عشان احط تلج او ارش بينج، هو هنا انا هقول اللاعب ده عنده مشكله كذا، يستمر لا يخرج، ولو هيخرج لازم هنا راي الطبيب يراعى بالظبط، خاصه ان اللاعب هنا بيبقى عايز ينزل، يعني ما فيش حاجه اسمها لا انا ما عنديش حاجه وينزل ويقع، صح خلاص هو ما دام الطبيب قال لا يبقى لا خلاص، هو ده اللي هيبقى مطلوب. جزئيه بقى الاشراف الطبي على الاستراحات والغرف الملابس، ولان دي برضو بتبقى اماكن بتبقى محتاجه تهويه ومش بعض المراعاه الطبيه. ده الجزئيات اللي كنت حابب ان انا اتكلم فيها. انا بس كنت عايز اقول ان احنا كلعبه جماعيه يعني كله بيراعي، يعني كل واحد بيقوم بدوره اكيد، فبالتالي لابد من التوعيه للكل، يعني لازم التوعيه للمدربين، لازم التوعيه للجهاز الطبي، للاعبين، لازم توعيه كلنا ونتكلم مع بعض، والتوعيه ديت هتخلي كل واحد يفهم دوره ايه ويقدر يشارك مع الباقيين ونتناسق، لان احنا لعبه جماعيه عشان نقدر نوصل للشكل المثالي بالزبط. المطلوب مننا بالزبط. وفي النهايه نوصل للاعب اللي هو عنده خبره قوي وصحته جيده وعنده ثقه في نفسه، وطبعا فوق ده كله بيحسن التوكل على الله، هو ده اللاعب اللي هيقدر يحقق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يكرمك، حلقه مفيده جدا والله بجد، ربنا يكرمك، وكنا فعلا محتاجينها كده، ويعني يا ريت تشرفنا كده كل فتره نتكلم فيها عن الجديد. اخر حاجه هسالها لك، احنا عمالين برجعوا بتخانق معاها في الايربيس، ان شاء الله ان شاء الله في ظل الحاله المعنويه المرتفعه لمحمد محمود، في ظل انه عايز يرجع بسرعه جدا، في ظل ان الجماهير بتدعمه كل الدعم، ممكن ياخد كام شهر؟ هو نفس الفترة اللي يعني احنا ان شاء الله يعمل العملية وياخد الفترة بتاعته اللي هم ست شهور لا يعني اصل يقول يخلص هو يعني يكمل الفترة اللي هي بتاعت العملية اللي هي تمام. فترة ست شهور تمام، خلص الفترة ديت ان شاء الله يرجع، هو يعني القصة راجعة له هو تمام. لو هو عنده ثقة في نفسه، ثقة في الله أولا ثم ثقة في نفسه، وفي ناس يعني هو مش أول واحد يحصل له كده أكيد، لا في ناس أكيد. وكتير أكيد. ونماذج كانت في الأهلي حصل لها كده ورجعت ولعبت وكانوا نجوم، فيعني اتمنى ان هو يرجع ويبقى ان شاء الله نجم النجوم واتمنى له كل خير ان شاء الله. بشكرك شاء الله. شكرا جزيلا دكتور وليد، ربنا يكرمك، ونورت وشرفت، الله يخليك. دي كانت فقرتنا الثانيه مع الدكتور وليد عبد الباقي، دكتور الاهلي السابق، يعني كان منورنا ومشرفنا، واعتقد ان هو قال معلومات مهمه جدا. دكتور وليد طبعا استاذ جراحه العظام، بشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم دايما على الف خير ومع الف سلامه.